قام وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بتكريم عدد من الطلبة والطالبات الفائزين بجائزة البغلي للابن البار للعام الدراسي 2013-2014، والتي نظمتها مبرة إبراهيم طاهر البغلي بالتعاون مع وزارة التربية. جائزة البغلي للابن البار هي إحدى مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي، فهي تعتبر من المؤسسات الاجتماعية التي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه، وانطلاقا من مسؤوليتها الأدبية والاجتماعية تجاه القضايا المتعلقة ببر الوالدين، نظمت الجائزة عدة مسابقات بالتنسيق مع وزارة التربية، مساهمة منها في ترسيخ السلوكيات الإيجابية للطلبة. وها هي اليوم تكرم الفائزين والفائزات بالجوائز. مسابقة الابن البار اللي تقيمها عائلة البغلي أو مبرة البغلي للابن البار، لا شك بأنها ترسخ قيم نبيلة وفاضلة للمجتمع، خاصة لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. اليوم مثل هذه الأنشطة تعتبر أنشطة رئيسية ومكملة للدور التربوي اللي تقوم فيه وزارة التربية، مكملة لبناء مجتمع قادر على أن يكون يعني مجتمع أن يحمل القيم التي تجعله متماسكا أكثر، تجعله متراحما متحابا فيما بينه، وخاصة البر بالوالدين. مسابقات مختلفة لها أهداف إيجابية تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي. أولادنا حقيقة هناك قدموا كثير من الأعمال، سواء على المستوى القصة القصيرة اللي تتكلم عن البر في جميع أوجهة، وفعلا أبدعوا في هذه القصص أو في العمل التطوعي في مشاركات التطوعية. نكرم الفائزين بجوائز القصة القصيرة والعمل التطوعي، وكذلك الفائزين بوسام الابن البار للكشافة ووسام الابن البار للمرشدات. وشارك في هذه المسابقات تقريبا 1600 أو 1860 طالب وطالبة. جائزة البغلي للابن البار هي إحدى المشاريع التوعوية والإعلامية والدينية الرائدة في الكويت، والتي تعمل على نشر الوعي المجتمعي بقضايا بر الوالدين لدى كافة أفراد المجتمع وخاصة المجتمع الطلابي. حب والديني وأضافت لي ترسيخ مع معاني الأخلاق الكريمة والإبداع في القصة، كتابة القصة. حب العمل التطوعي، حب الخير للناس، وترجمة يعني مو فقط بالكلام لكن لا بالعمل، إدخال السعادة على الآخرين. هو دور إنساني واجتماعي تؤديه جائزة البغلي للابن البار بهدف نشر التوعية الاجتماعية لتعزيز فضيلة بر الوالدين بين المجتمع الطلابي. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.